حين نكون شيئا من الحسين عليه السلام نكون شيئا من صمده وثباته وقوته وثلابة موقفه مع الحق وفي نصرته. وحجاب الله تقوى وحجابي إن من أعاذ البتول في غيابي خاب ما سعى وكأن القوم في التهزات غرقا ونسوا قول رسول الله صدقا من أعدى إلى الإبعاد يلقى فخط الله بيتها بيتك دخل باب وادي وحجاب الله تقوى وحجابي إن من أعدى البتول في غيابي حينما خير العمل للمعارات انشغل عقدوا يوم السقيفة بايعوا دون الولي ناقضوا عهد علي بقرارات مخيفة فجرى ما قد جرى مستضى خير الورى حرقوا تلك الصحيفة أضرموا نار الفتن وجرت فيها المحن هاجموا دار الشريفة حينما خير العمل للمعاراة انشغل عقدوا يوم السقيفة بايعوا دون الولي ناقضوا عهد علي بقرارات مخيفة فجرى ما قد جرى مستضى خير الورى عرفوا حرقوا تلك الصحيفة
أضرموا نار الفتن وجرت فيها المحن هاجموا دار الشريفة وعلى ذلك أوفى فاطمة بالقول أبدى ربها بالاحتجاج وإلى القوم تحدى فلكن وعلى ذلك فاطمة في القول أبدى ربطها بالاحتجاج فاطم وجاء يا ابن محمد فاطم وقلبي جمرة توفت فاطم وحزني بقيا وترمت فاطم وليلي بعدك متخت رسول الله قد رجت البوحة وبالفجعة تتروي قصة الحسمار والصاحة وآخن ثم آخن بالجوال وبالجمع أبوث شكوة الله في الهدى رسول الله يا رجة البطحة وبالفجعة ستروي قصة المسمار والصافة وآخن ثم آخن بالجوالة وبالدمع أبوث شكوتي الله في الفجعة عظيم وجاعة نتى محمد فاطم وقلبي جمرة توقت فاطم وحزني باقيا وسرمت فاطم وليلي بعدك مسخت فاطم فاق العرش أنوار يا من راح يولي آيايا ولهما من أجل أطماع ولهم في ذلك بايايا عظيم فوق الأرض أنوار يا من راح يولي آيايا ولهما من أجل أطماع ولهم في ذلك بايا لم يحرقوا قدرا لها لم يرفعوا فيها الأمانة مذ أسقطوا محسنها وخالفوا ناديانا يا علي من فوق العرش أنوار يا من راق الكون آيا ولمها من
ولهم في ذلك غايا لم يعرفوا قدر اللغة لم يحفظوا فيها الأمانة مذ أسقطوا محسنها وخالفوا الديانة وخالفوا ركن الديانة.